مرحبا يا احلى نجوم، كيف حالكم يا اصدقائي؟ فيديو جديد واللي هو كيف تحصلون على هذه البدلة مجانا او بديلها. لكن قبل بداية هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لاصدقائكم كجد انزاع قناتي بجيمر. وهيا نبدا بالفيديو. طبعا يا جماعة بوريكم بديل لهذه البدلة يشبهها تماما يا جماعة، فاذا انتم متحمسين حطوا لايك. يلا نبدا بالفيديو. اول شيء اللي هو اللي راح نقلده واللي هو القميص، فايب احب اوريكم القميص حق عيد ميلاد بيكا اكس دي. فايب وينه يا ترى؟ وينه؟ هذا هو يا جماعة القميص. شوفوا يا جماعة يعني كذا يعني 3 خطوط، اذا ركزتوا منيح حتكون 3 خطوط. فايب يا جماعة انا لقيت نفس هذا الشكل تماما، فخليني اوريه لكم يعني نفس شكل القميص هذا تماما. فيلا خليني اوريه لكم. يلا 3 2 1. هذا هو يا جماعة، اذا ركزتوا منيح راح تلقون نفس الشكل تماما، لكن بس متغير الوان. فهذه الوان مرة تجنن تحت القتايكم. والحين البنطال، طبعا البنطال حق عيد ميلاد بيكا اكس دي الثالث، يعني كذا يعني كأنه في هو بنفسجي لكن ملون شوي. فالحين يا جماعة اوريكم يعني في كتير كذا نفس الشكل، لكن يا جماعة انا حبيت اوريكم يعني شيء يمديكم كلكم انكم تشترونه. وهذا هو يا جماعة البنطال اللي نفسه، شوفوا هو يعني نفس اللون بنفسجي لكن في الوان. فالالوان الموجودة هنا واللي هو الوردي والاحمر والاخضر، لكن هنا موجود احمر واخضر وازرق وبرتقالي. فيب لكن يا جماعة كمان هذا يجنن انه في حلو. والحين يا جماعة القبعة، طبعا في كتير قبعات يعني حق عيد ميلاد بيكا اكس دي، شوفوا زي هاد وهاد وهاد، صح في كتير. لكن يا جماعة في عيد ميلاد بيكا اكس دي الثالث في هذا، يعني كلهم نفس بعض، لكن يا جماعة الوحيد اللي يشبه تماما طبعا زي ما عم تشوفوا هذا فيه نجمة. سو هذا الوحيد اللي فيه نجمة. فايب راح نضغط عليه، والسماعات ما في وقفازات ما في. والحين الحذاء، طبعا حذاء لقيت لكم حذاء نفسه تماما نسخة منه يا جماعة. فايب وانا اوكي، هذا يا جماعة حق عيد ميلاد بيكا اكس دي الثالث. وحين بوريكم شو اسمه البديلة. فيلا يا جماعة 3 2 1. هذا هو يا جماعة البديلة، شوفوا نفس الشكل تماما ونفس يا جماعة يعني لايق على القميص والبنطال، يعني ضابط معه. ويبي يا جماعة هذه هي الشخصية او هذا هو الملابس اللي نفسها حق عيد ميلاد بيكا اكس دي الثالث او بديلها. تو تحت القاعدة رايكم فيها، واذا تسألوني من وين جبتي هذا الملابس، هذه ملابس بس في عيد ميلاد بيكا اكس الثاني كانت كلها يا جماعة بفلوس عمولات التحديث. فايب يا جماعة ويب اتوقع انكم كلكم اشتريتوا هذه الملابس. ويب بس هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله كان عجبكم. اذا عجبكم لا تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لاصدقائكم كجد انزل قناتي بجيمر. وبس مع السلامة، احبكم.